ديال التعليمات. لهذا كنوجه هذا النداء ديالنا للكاتبة العامة والسيدة المديرة العامة والسيد والي الشرق وجميع وزارة الداخلية والسيد الفتيت بأن خصكم تدخلوا على الخط الله يجزيكم بخيرين باش ضد إطارة المعارض لإيجاد الحلول. تجار السمك ميناء أكادير وكافة الموانئ ديال المملكة، تجار مدينة الناظور بن ينصار وطنجة وتطوان، المطلب ديالهم الأساسي والوحيد أما هو وهو من أجل خروجنا من هذا السوق ديال مدينة الناظور، فعلى الأقل الدولة توفر لنا ما يسمى بالقانون السوق ديال البيع الثاني اللي خصو يكون توفر بشروط موافقة. لا يعقل أنه في برنامج أليوتيس الأول دازوا 10 أسواق وتبناوا في 10 الموانئ أو 10 ديال المدن ديال المملكة، ربما وزارة السيد البحري كتفكر في إطار أليوتيس الثانية أنها توفر سوق ديال البيع الثاني في مدينة الناظور إلى حدود أنه يكون هذا السوق متوفر وبشروط ومواصفات. فالوضع الحالي كيطلب من الإدارات شوية ديال التروي والحكمة أنهم يشتغلوا في الفضاء اللي هما فين كيشتغلوا فيه وتوفر فيه الشروط، ولكن مع تطبيق القانون الصارم من على الجميع ماشي البعض. باغي نفرضوا عليه القانون البعض الآخر غادي نخلوه يتبقى قانون الغال. مادام أن سوق البيع الثاني ما كيتوفرش في مدينة الناظور، فالأحرى والأولى أن تجار السمك اللي كيضحيوا بالمال وبالوقت والأكثر من هذا الإخوة الأفاضل، لا يعقل أن تجيل السمك في الفترة ديال كورونا تلبية للنداء ديال صاحب الجلالة، القطاعات الوحيدة اللي بقات قطاعات كتشتغل وضحات بالمال وبالروح وبالأبناء وبالوقت هما تجار السمك إلى جوار الإخوان ديالهم البحارة والربابنة والمجهزين الشرفة وقطاع ديال الفلاحة. جميع القطاعات توقفت إلى جوج القطاعات اللي بقى الشريان الوحيد اللي كيخدم الدورة الاقتصادية في البلاد. اليوم ماشي هذا هو الجزاء اللي خصو يكون عند تجار السمك. اليوم خاص تاجر السمك يتعلق ليه نيشان باش يفتخر من ذهب. اليوم تاجر السمك برهان على أنه وطني حقيقي. اليوم تاجر السمك برهان بأنه مستعد يضحي بالمال بالوقت بالصحة بالوليدات من أجل هذه البلاد، من أجل دورة اقتصادية اللي هي قوية اللي ما يمكنش نوقفوا شرايين الحياة. لهذا أظن بأن هذا الخطاب الشوفيني اللي توجه لينا من طرف الناس اللي كاينين في مدينة الناظور كنقول لهم اتقوا الله وحنا غنتعاملوا معاكم بمعاملة حسنة. وتجار السمك لن نتنازل على الحقوق ديالهم قيد أنملة، غنبقاو ندافعوا عليهم بما أوتينا من قوة في إطار دولة الحق والقانون من أجل تطبيق المساطير وحماية المصالح ديال تجار السمك والمهنيين والبحارة والمجهزين لكل ذي حق حقه تحت شعار رابح زائد رابح، وهذا هو المبدأ ديالنا. وشكرا للإخوان وكنتمنى جميع الموانئ ديال المملكة أنهم يحذوا الحدو ديال ميناء أكادير ويوقفوا واحد وقفة احتجاجية تضامنية مع المهنيين. وعاش الوطن، الله الوطن المالي.